السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلمكم من محطة فضاء الدولية. حاليا نمر فوق شبه الجزيرة العربية وبالتحديد دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة الغرب ورايحين لجهة الشرق. مثل ما تشوفون هذه الإمارات العربية المتحدة ومدينة العين، جبل حفيت، ومتجهين فوق جبال الحجر باتجاه سلطنة عمان وبحر العرب. بنحاول أن نصور العاصفة المدارية، ممكن تشوفونها في الأفق. سبحان الله، بنحاول نصور العين العاصفة أو الإعصار. نخلي الكاميرا متجهة نحو الأسفل بهذا الزوم، وبصور أنا صور عادية بالكاميرا الستيل معاي مع زوم عالي، وإن شاء الله بنشارككم الصور هذه. الآن مثل ما تلاحظون هذه الأعمدة من السحاب، هذه عبارة عن عواصف رعدية. أنا لما أسوي زوم عليها هذه عبارة عن عواصف رعدية مثل ما تشوفون، وإلى الآن ما أقدر أشوف عين للإعصار أو مكان ممكن نسميه مركز الإعصار، ولكن هاي الصور اللي تشوفونها في بحر العرب المحيط الهندي. وشيء مهول يعني، غطاء سحابي كثيف مع أعمدة للعواصف الرعدية.